أهلا وسهلا بالجميع، أتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم وبإذنه طبعا غادي نبقاو في نفس ستيم كما كنقولوا. حنا دابا في الصيف كنستعملوا كاع الفروت اللي عندنا، كنخافوا ضيع علينا في الثلاجة كنستعملوا. شان اليوم غنصاوب إن كيك لكن ما فيهاش البيض، يعني من غير البيض بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية هذه أحسن حاجة. نبداو غادي نقول المقادير والطريقة في نفس الوقت باش ما يجيش الفيديو طويل. غنبداو بالسكر. السكر غادي نكتب كاع المقادير كلها في صندوق الوصف. السكر عندي تقريبا 125 غنكتب المقادير كلها. عندنا السكر باش ما تلفش حتى واحد. وغادي نزيدو الزيت حيت قلنا ما كاينش فيها البيض. هذه ما تحتاج تستعملي يعني الباتور الكتريك، بغيتي تستعمليه ماشي اشكال، لكن ما غاديش تحتاجي لان ما فيهاش. غادي نخلطو مزيان وغنكملو المراحل. غادي نزيد لهذا الكيك هو يعني من غير البيض، ولكن فيها بعض الانغريدي ما متعودينش كنستعملو بزاف. هذا اللبن اللي كيتسمى الباتر ميلك. غنضيف اللبن وغادي نخلط مزيان حتى ينسجموا ليا ونكمل. ودابا غادي نضيف هذا دانون مسوس، عندنا يعني الجريك يوغورت دانون مسوس، يعني دانون طبيعي. عندي 240 غرام تقريبا، فقلت غادي نكتب كل شيء في صندوق الوصف. وطبعا كنكتبهم باللغه اخرى في الشاشه ديال ديك الساعه ملي كنكون كندير المونتاج. نخلطوا حتى ينسجم تنسجم العناصر كلها، سوري، نكملوا ان شاء الله. عندي قبيصه ديال الملح تقريبا واحد ربع معلقه صغيره تاع الملح. فوق ما كنضيفوا شي حاجه كنحركوها باش تنسجم، ومن بعد كنزيدوا حاجه اخرى. ودابا غنضيف هذه البيكنج صودا عندنا حتى هي، وعندي معلقه صغيره ديال الخل. كما قلت غادي نكتب كل شيء في هذا في صندوق الوصف كاملين. نخلط مزيان وغادي نزيد. دابا غادي نضيف المعلقه صغيره ديال الفانيلا سائله، او اللي عندك بودره استعمليها. الا كانت البودره تستعمل من الاول مع الزيت والسكر. ونخلط باش ينسجم ليا هذا. نحطوا هاد العناصر كامله كتنسجم ونمشيو نديرو يعني نكملوا باللي زانغريديون الناشفين دراي انغريديان. وفي هاد الاثناء راه الفران ديالي غاز كيسخن طبعا. كنخلطوا مزيان ونديرو الايطاب الثانيه. انا خلصت هذا، دابا غادي نمشيو للايطاب الثانيه اللي فيها الدقيق. الدقيق عندي جوج تاع الكابس تقريبا 250 غرام ديال الطحين. غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال البيكين باودر او الخميره الحلويات فيها 8 غرام. الدقيق عندي اوريدي يعني منخول او مغربل من الاول، فما غاديش نحتاج نعاود نغربلو. ولكن الا بغيتي تعاودي تحتاجي تغربليه ماشي مشكله، صافي، لانه اصلا كل ما كيتغربل كل ما كيكون كيجيك الكيك ديالك مهوي. نزيدو الدقيق ديالنا ماشي اشكال، واخا تزيدي دفعه واحده. ونحركو ونخليو العناصر تنسجم كامله. نحركو مزيان حتى ينسجم لينا كلشي. ها هنا كنخلطها. كنتاكدوا ان الدقيق ديالنا كلشي ينسجم مع بعضه باش ندوزوا ليطاب. هكا ملي كتمشي تشدي الفويه بهذه الطريقه هذه ما كيضركش في يدك في كتفك هنايا. ملي كتشدي بحال هكا وديري كتحسي بكتفك كله طاح. هلا يعني الخليط ديالنا جهزناه، غادي نديروا غادي نمشيو ليطاب الاخرى. شنو غنحتاجوا فيها؟ غنحتاجوا انا عندي هنايا السيريز يعني التشيريز حب الملوك اللي كنسميوه حنا في المغرب، وعندي البلوبيري يعني داك التوت البري الازرق، هما اللي عندي في الثلاجه غنستعملهم. فاي فروت كيمكن ديريها، ممكن ديري الخوخ المشماش اي حاجه تبغي ديريها. عندي هنا تقريبا واحد معلقه كبيره قول واحد 10 غرام تاع الدقيق باش نحاولوا نلبسوا الفاكهه ديالنا بها. طبعا ما كنستعملش يدي باش ما ندوبش، هذا كيجي اسهل بهادي باش ملي نحطوا هاد الفواكه ديالنا في وسط الكيك ديالنا وفي المول ديالنا وندخلوها الفران ما تنزلش لينا لتحت. عندي هنا 400 غرام يعني، ونحطوها هنايا. كيما قلت انا استعملت البلوبيري والحب الملوك او السيريز. استعملي اي فاكهه طبعا، ما نستعمل كاين بعض الفواكه كيجيو شي شويه واعرين في هذا، ما هادو تيجيو. هذا عندي في الدار باش ما يضيعش ليا، فطبعا غادي نحطو وغادي نخلطو غير بلا سباتول ديالتي غير نسجم ليا ونكملو ان شاء الله. هلا يعني الباتر ديالنا اولا الميكسير ديالنا واجده. دابا غنمشيو ليطاب تقريبا اللي ما قبل الاخير. بقى عندنا نطر ايطاب. المول ديالي هذا فيه 20 سنتيمتر، ممكن تمشي حتى 23 سنتيمتر. 20 سنتيمتر تجيك شويه عاليه.
ممكن يعني من 20 حتى 23 ماشي اشكال. دهنتو انا بالزبده ودرت ليه الورق ديال المطبخ باش نتفادى اي يعني اي مفاجآت طبعا. وغادي نخوي الخليط ديالي في المول ونتلاقاو ان شاء الله. ها نقادو الكيك ديالنا كما كنقول دائما ملي كتكون هاد العجينه شي شويه ثقيله كنحاولوا ما امكن نساعدوها باش تجي مقاده باش ملي تدخل للفران وتتمدد يعني جينا مقاده ما تجيناش جهه طالعه وجهه نازله. هكا صافي ونديزو الايطاب الثالثه اللي قبل منا غادي ندخلو الفران ان شاء الله. هالكيك ديالنا وجدناه حطيناه يعني المول قلت انا درت ديال 20 سنتيمتر. دابا غنصوبو داك الكرامب من الفوق. عندي الدقيق هنا عندي تقريبا 90 غرام ديال الدقيق. عندي السكر تقريبا واحد 55 غرام. كيف قلت غنخلي كاع العناصر يعني كاع لي زانغريديون ديالنا كلها. عندي شويه واحد القبيصه ديال الملحه وعندي واحد 55 غرام ديال 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 الزبيده باش نصوبو داك الكرامب من الفوقاني. ونستعمل هذا حسن باش ما تلصق لياش في يديا ونخلطوه كله تينسجم لينا كامله تيولي بحال مرمل بحال سميتو. ممكن اللي ما بغاش يستعمل الزبده يستعمل الزيت في نفس بنفس المقادير. ونتلاقاو ان شاء الله. كملوا هنا يعني ممكن تستعملي سباتولا. انا كنفضل كما كنقولوا كنحب نستعمل يديا باش كنعرف نتحكم في لا تيكستور ديال هاد الدقيق اللي حنا درنا ليه الزبده. وكيف قلت ممكن تستعملي الزيت مكانه. صافي ها هذاك الكرامب الفوقاني ديالنا واجد باش نكملوا الكيك ديالنا. الكرام ديالنا واجد. دابا غنكملوا لي طاب ديالنا. طبعا غناخذوا الكيك ديالنا اللي حنا حضرنا ها هو وغادي نحطوا عليه هذا الكرام اللي درنا حنا كله من هنا الفوق. نوزعوه على الوجه ديال الكيك كامل ونتلاقاو ان شاء الله. الكيك ديالنا وجدناه حطيت ليه داك الكرام من الفوق ودابا غادي ندخلوا الفران. الفران ديالي يعني سخن يعني اوريدي سخنته على 180 درجة نورمال يعني 350 فرنهايت. غادي نخليه المفروض هو كيبقى ما بين 45 حتى لساعة على حسب كل واحد الفران ديالو. انا تقريبا كياخذ لي ما بين 45 حتى 50 دقيقة ملي نخرجو من الفران. نقول لكم شحال خدام عندي تاع الوقت. وطبعا كل واحد كيعرف الفران ديالو ونشوفكم ان شاء الله منين يوجد. ها الكيك ديالنا ملي خرجناه من الفران طبعا خدا ليا 50 دقيقة بالضبط لأنه في الفواكه كياخذ شوية تاع الوقت. لكن خد ليا 50 دقيقة بالضبط. خليته على برا حتى برد تماما عاد نديموليوه باش نتفاداو أنه يوقع أي مشكل. لأن حنا حاطين بابي سيلفريزي أولا البابي ديال الأكل. أوه ياه تحيد معاه مزيان. أها كيجي ساهل أنك تحيديه هاد الورق تيساعد داكشي باش ديك أن كيس. من الأحسن إنسان يدير البابي سيرفيزي وانا نحطوه في الطبق ان شاء الله. الكيك ديالنا مني احنا يعني ديموليتو يعني قدامكم غير حطيته في الطبق ديال التقديم. هذا هو الشكل ديالو. كيجي بحال هكا كيجي محمر. هانت كيفاش كيجي محمر كيجي غزال. ودابا نديرو التزيين ديالنا يكون سامبل لان هو كما كنقول فيه غير داك الكرامز من الفوق. غادي نزينوه شويه تاع السكر كلاص مزيان كيبقى اختياري. ممكن تخليه بلاش ممكن ديري. انا غندير غير واحد داست بحال هكا. نتمنى من الله يعجبكم طبعا. نزيد واحد شويه ندير بحال الثلج. نتمنى من الله. ها هي وها الكيك ديالنا واجد. نتمنى من الله يعجبكم ويروقكم وتجربوا وتردوا عليا الاخبار. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في امان الله.